الخبر الاول يعدنا عن بي سانت معايلي من وظيفها الجديد ببرنامجها الغرفه رقم 11. فنزلت يا حبايب على الانستغرام ان وظيفها راح يكون هو عباره عن نور ماريا حبايب. طبعا اكيد كلنا متحمسين، راح اعطيكم البرومو مال الحلقه اللي راح تنزل اليوم الساعه 5، شوفوها. كلهم كانوا غلط وانت صح. اوكي بس مدير ما حدا بيعرفه ابدا، طالما انا مثير للجدل طالما انا فين. فلان وفلان وفلان انت بتعرفهم منيح؟ طيب مع او ضد؟ ضد طبعا. يعني ما انشهرتوا انتوا غير مع بعض، شو ردك على الموضوع؟ نجحنا مع بعض، ما انشهرنا مع بعض. أنا يعني انت عندك شخصيتين، احكي عن حياتك، عن الحب، عن التجارب اللي عشتها، كم مره حبيت. ننتقل حاليا لمشكلة انس الشايب ويا عمر ابو الروب. مثل ما كلكم تعرفون انهم كانوا يتحدون بعض ملاكمة، ولكن انس خاف من عمر ومواجهه بالملاكمة، وعمر نزل مقطع على قناته باليوتيوب وفضح هذا الشيء وصار يقول انه انس بنيه. هذا اللي خلى يا حبايب انس الشايب انه هو ينطي عمر بلوك على حسابه بالانستغرام. فبعدها عمر يا حبايب نزل على حسابه بالانستغرام وطلع رد على انس الشايب عن طريق تنزيله هذا الستوري اللي كان كاتب بيه انس عمل لي بلوك يا اخوان. بعدين نزل الستوري الثاني حاط بي فويس اله قاعد يوضح بيه انه هو ما عنده مشكلة ويا انس الشايب وانه كل اللي كان يريده بس يتقرب من أنس. حطكم اللقطة شوفوها. أنس بعرف إنك حتشوف هاي الستوري، أنا جد مش فاهم ليش عملت لي بلوك، يعني أنت عارف قديش أنا بحبك، وأصلاً الفايت كله كان عبارة عن طريقة إني أتقرب إليك، كنت بدي أكون قريب إليك. طيب بالنسبة للأشخاص اللي حيسألون ليش أنس الشايب انطى عمر بلوك، يعني في البداية كانت لما أنس الشايب نزل هذه الصورة وعمر كتب له تعليق شوية مستفز إنه يلعب ويا الصقر ملاكمة، وبالستوري الثاني أنس الشايب مسح له الكومنت على الصورة فعمر نزل ستوري، فلهذا خلى أنس الشايب ينطي بلوك. فما أدري الصراحة، اكتب لنا حبايب بالكومنتات هل تشوفون الحق ويا عمر أو الحق ويا أنس. ننتقل حاليا لنور سريع حبايب والمقلب اللي سوته بحبيبها كريم. فنزل شوية ستوريات ويا كريم تقول بي إنه سوت به مقلب وإنه هذا كلش هو معصب من خلاله. على كل الأحباب راح أعطيكم الستوريات تشوفوها، والمقلب راح ينزل لنا قريبا. لا تشوفه. معصب مني هو اليوم، عصبت مني اليوم؟ صراحة انصدمت. بس كنت حتعمل لي بلوك صح؟ لا. لا. أسوي لك ريفنج. شو مسوي؟ انتقام. المهم جايز جاب لي هدية. يلا يلا. والهدية كتير حلوة. استخدميها مش منظر يعني. بس ننتقل حاليا لعيد ميلاد ام لانا يا حبايب. فلانا محمد نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات من عيد ميلاد امها، شويه تحتفل بيها، الله يخلي لهم يا رب والله يحفظها اكثر يعني، وكل عام بخير اقبل مليون سنه يا رب. وطبعا السنه يا حبايب انه تباركوا لها بالكومنتات على عيد ميلادها. وننتقل حاليا نور ماريا حبايب اللي هو حزين ومتضايق، فنزل شويه ستوريات واضحه لي الصراحه انه هو كان ضايج ويطلب من المتابعين انهم يدعوا له. بعدين نزل ستوري ثاني يقول بانه ما قادر ينام بسبب تفكيره بالشيء المعين اللي قاعد يصير وياه. الاغلب يتوقع انه هذا الشيء هو سرق قمر الطاي وفراقه عنه، ما ادري صراحه ما اتوقع على كل... هاي كيفكم؟ حابب اتشكر لكم على كل شيء، وانا حابب اعرف انه بحبكم كثير. ستوري هيك ما له اي معنى، بس من جد حابب اتشكر لكم على كل شيء وشكرا لوجودكم بحياتي وادعوا لي. وبالختام يا حبايب عن نور مارو تنزيلها هذه الصوره الصادمه كان كاتب بيها من عاش بلا مبدا مات بلا شرف. فالاغلب توقع انه قصد قمر الطايف بسبب المشاكل الحاليه الصاير بيناتهم والقصف المتبادل. ما ادري صراحه اكتب بالكومنتات هتوقعون يقصدها او لا، مع ان الصراحه بوجهه نظري ما اتوقع. طيب فجروا مطول لايكات جنكم في هيد زي مقاطع مثل القصص. احبكم وبس، مع السلامه.